مرة ثانية كرة راح تمام انزي وخطيرة ولولا جول الهدف الأول من أمير جويري جول أول لعبة وأول كرة وأول توزيع وأول استلام داخل منطقة العمليات يفعلها أمين ويسجل ثالث أهدافه مع المنتخب الجزائري بعد ثمان مباريات 1-0 للخضر. هو سلاح كل واحد فينا في أي شغل كان. استرجع كوليبالي بعيد الأمام تغطية بالرأس حذاري من الاندفاع اللاعبين الليبيريين لا يجب أن تدخل بالكرة بنيتك يعني ومن دون حذر يعني لازم تكون تحط رجلك وتحط طريق أمين جويري وصل على ناحية زولغان ممتاز الكرة هذه والدفاع يدخل ويخرجها وتخرج الكرة بعيدة يحاول يمر بالرحمة في التوزيع بعيدة في القائمة الثانية ولا واحد وخرجت راحت ضربة مرمى فارسي مباشرة طريق بنزيا استرجعت من زروقي راحت لي وزرقان ولا لا يا ولد يا زرقان على هذا الجول ذكرتني بولدك ذكرتني بوالدك ملك زرقان بروعة يفعل هادم ويسجل هدف في منتهى الروعة. And here you can see why Matt have to be wary though of the counter, and indeed, just like that, for all their endeavour in the second half, Algeria kill the burgeoning party mood with a third goal and a